بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ربي هدو إدمو وحنكهد دونا موضوع أح آيادانو أي شيغي سوء أح ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. أنا على غادة كده حيسة على غادة كده حيسة حريرك كده حية أبو رتانك إن قال أبو رتانك إيوه تلاتة تلاتة ضدك لو تلين أيوه إيوه أبو رتانك كون كان إيوه أبو رتانك إنسان كان على غد بكده حيسة ضدك نصيب حمو ربي الله خلقي وأقولي خلقي أقولي وري وحي أقولي هن سنة الكونية إنه سو الله كتصرفه الله إنه وحنا لي إنه واحد دلو إنه وح كرم هو كرو قال إنه هو سقى هو سديقه إنه ما ركتي يعني قف كما ركتي أرزاق بدنسي إنه كيري إنه جريسي إنه أمورها صورا ولا أقولي لكن تذكر حلو كر الله يديدهن الله يدين تليه ما دام وخلقي إسكالي يهي تصرف ككون كي مامل كيدا نأسوي إسكالي يهي وحوية وحتاك دلنا أيه أو كحرا إن ألا إله نمد أولي يهي إن أسغل أطيعه إن أسغل قدم ميه إن أسغل يسليبه إن لا ججبنا له إن لا خضوعه باكد دلنا إيسا مالك الله بضع الرماضه إسكال دلنا أيه بي بن آذن كي أي ديدين وران كنا حوق أبو ساريا سيفي عمبو ماركتي أرنتها وقي حيا وحبضان آيات بضان القرآن كم بده يعني ما دو حيليين ما دام ألي أبورتو إسكالي يحي هذا أمرك وقديدين ثلاثة محاق وقديدين حالا لينتا حارايمينتا ومراسولا داد كيسا إنو منهجي ونظام ودجي بحاد وقديدين ولا أمره وضي إسقابان كاري المارك ذلك رسوش ورن وحي ماذن وحي أهيد إن ألا له الخلق والأمر أمرك إلهي وإسكالي آيات القرآن كأو مثلا شيقة يوم أمور تاس يعني كحد لا يوابدينهن لكن نماذج بان كسو قابنا يا كونا وحن كون كم كساب سلمي كحد ليان قارنا وحن كتحلقان بني آذن كإنسان يعني بي كنت حلقان مركا نماذج بان ربي إن شاء الله كسو قادنيا ربي وحلي يعني بسم الله الرحمن الرحيم. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيعنا فلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقدار ألف سنة مما تعدون ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون سورة سجدة من آية 4 إلى 9 رب العزة وحلي هي قال لي واكي سماواتك سمي أبوري وجرسي للك أبوري وأمام ضي وليبا واختيال لحا أيوك سمي كدبنا عرشي كركيس أيوك إكاضي استواء يليق بجلاله ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع قف الله سكدين أرهم كينا توليا إياه ومارك توحيدين قبنا إياه مجره أفلا تتذكرون ميين حسوسينين أرهم كاس حقيقة ميين حسوسينين أو مضنانت أي مضنت هاي يتحقلين تأيلاد هاي حال إذن كوان يدبر الأمر من السماء إلى الأرض سمضى أيو ما ملك كسو الدجياء للك أيو إماذا كدبنا مالين كن سنوليك كن سنوليك أي عمركو ألا أكر تقايا أكر وآذية يا
كاس أيه وحوي عالم الغيب والشهادة الله سواكي غيبك يا شهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وكي وحك استوى واللي هو أبوريكي ونجيوي وبدأ خلق الإنسان من طين إنسان كان أبورتي سنة وحكا كبلابي روابه كبلابي وآدم عليه السلام ثم جعله نسله من سلالة من ماء مهين كدبنا يعني نسل كيسي أما ماركتي أبط كيسي وآدم أبط كيسي وحكسمي بيض ضعيفة وكسمي بيض ضعيفة أي كسمي كدب مركز التقانا ثم سواه وأنا واعي ورميستري يعني جوانب تيسي أولا أعضادي سؤالا يعني أودي سؤالها أولا بلور لميستري يا كدب من روحي إلهي روحي سبوك أفوفي روحي سبوك أفوفي يا مركا سمع يا بصر يا وحا سؤالا بإذن يلي قليلا ما تشكرون وحا ير انت عاد شكر النساء حايا لي وحا سؤالا وحا كرت ملها إن ألر الرميه توحيد لحلو اللي حق يسا أنا أقول أمر من والله حق يسا إنه ضد كيسا خلق يسا وطليه اللي هي ميلها صورن سومري إنسان كسومري وإلى أمارته كامل كن قضي وقف مسؤول كن قضي ربي تاسمي إن لو شكري بيت وإن لرميوها إن مارته لو كلي حق يسبوها حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا حقي على لها هذا ضدك أي كبر مايال وديني حق إلهي قال لي متقان مارت واكاس الكاسوي آياتك يعني نماذج مارت وبديهين وحكم بدا ربي وحلي هاي أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكروا مد وحابوري مد وحابورين ميا لسيمكرا وحان لي هاي مارت شرائع بي سمينا يان وعلي سكدي ساحي وحمي أبوري ما يوي الله أبورتي سكالي سوما هاوي هاي مركب وحواي أرنك إيا تلاذا إن لو دايو تلاذا إن لو دايو اللوغة حروي أداند وحوا أبوري كريم كون كان عديق واح تصرف أنا تقول هاي سيوليك دا أنا عدوم دا إلهي أنا شرعي وجديناي برلمان بان هايو هيا تشريعيا هايو أنا مارك توحو سمايناي واقي هراء دولده شيف الكاعد تلياني قاعد بحية برلمان كمقع بحية أسمبلية الناسيونالة الهجر أسمبلية الناسيونالة وحوار الجمعية الوطنية وهي معنى سومالي ذو مارك توحو مقع بحية وحي رادين سومالية الناسيونالة أسمبلية أسمبلية وحكي رادين إسلام بليسو بيه إسلام بليسو بيقيني ناتشنالي وحي بدينا نجس إن نجس كورجيس وحي أنا إسلام بليسو نجس كورجيس بين برلمان كسومالي ذو واجي عدولة تشيل كاي جرتين كم عربي مركا هذيك هو مسكين كاي يوم يلا هالمنطقة أنا مرت أح وحوانا هين إن قال لك كل مرة أنتوا يعني ملك جيس إن كل ضو ضو ترى هذا أنا وحكولي ماشي ومحد كسر درستي واحد كسر درستي وامحي حلوكم درسنا مسكين باتاي وجانسي مركا ربي وحيالها يعني أودها صورا فربضا أي منطقة أنا مقرتي يعني نسيي إن عبادة كوكو ذنه ومارت إلهي أهو قانسا نبا نلوسي سامعيكي بصركي عقلكي كل هدفك لغلها وغايدة لغلها وحواي إن ألل عابده عدنا لو شريكي لن أفك لنا لو شريكي لن به يا بن آذنكو مركا وحواي حق خلقك يتصر إيه منطقة أنا ماركت إسراف الأمور تصريف الأمور ويقوليه يعني مثال ما حكسه قاعد نكرر يعني آيات يعني ماركت سورة النمل مقرت كترسن وإله إلي منطقة أنا قل لمن الأرض ومن فيها إن كنتم تعلمون يا سيقولون لله قل أفلا تذكروا ورلك يا 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 عبوري يا للك يا إسكاله وحا كجر يا إسكاله هذا بحقته ما هي أورانا يا وحكر الله للمهد الله إسكاله بأورانا
هدانا مركا وحبا كولا هاي الماشا وادي هنتيبا عاد كولا هيدا اي انجيرين ووحاد كعب ورتبا وكسامي اي انجيرين وادي مدلا سمية عطاي سيباد وشي اغن كرتا انا ما عرفتي حوشاس الليلة وذاقع يا شيء انتقانا مقرد سيباد اورن كرتا وباطل وحد قدب وقردر قل من رب السماوات السبع ورب العرش العظيم رب وحو يدينا وحلي هي ورس سماوات كتدوبات يا اسكله يا ربي يا ذا عرشك وين يا اسكله وحي ورنا كل جواب يا الله اسكله قل فلا تتقون محاد مركب وقعب سوي ذا علي محاد وقلوا بسوي ذا وماد راع ذانين أمرك إلهي راع ذانين محايا لي أمرك أمرك قرتين وقلاتين وحكدنا لها إن الله كده ورسوتانين وإدبري يالتان و الله أمرك يسقاتان بيهت يا قل من بيده ملكوت كل شيء وهو يجير ولا يجار عليه إن كنتم تعلمون وحلي علي وحلي هاي ملكي وحول بملكي يا ياك عن تقاي وسجع يا منطقة أنا ما رحت وح وحيلية وعد وحكة عيلية وسجع أنا عد ودونه أو منطقة أنا دمعه أو وحلا دمعه عد كعيلين كرتا مجرو هذا أكتي هذا وحكتي هاي ورنا يا سيقول الله أرنك على الله إسكالي قل فأنا تسحرون هاي محل إذا كجدي سدي وح سحرون أو كلمة حا أظن قتين أو حق يوم يشان يا ملك الوعدين يا بل أتيناهم بالحق وإنهم لكاذبون حق بانون كيني لكن وابين لو يال ماركت ومركا أي يعني عدك ليتو أمركاس أي سينا يان أو حكا سينا يان ألي وحلو ذا جيان بين بي كشي بركا هلكا وحا مثال كليتو بقران كيني و يعني لغو موجينا أيوه وريا إسكاله ثلاثة يا إسكاله ملكك يا حكومة مثال واحد سوق عطي يعني كرك عدن كسوق عضو نن أدونه قف باجرة أدون بولي قف كانوا حولوا لي حولها ما ملك هذا يا إسكاله ما أدون كالم مثل نينك مالكها أو أدون كان نفتي سب إسكاله هاي وهنتي وها سو كاس مرة يعني ما أنت أدون سي مجرى أو حد وحل إبسة مجرى لكن مثال وحن كسو قاعدين كرا ولا شركة إسكاله شركة دا أسهم بالو متقانو قلف والبوح وكين صدو أي مارك تلقو أي كسو عطا ولي بقفك وحوالها بدن أي مارك تي أود بدن إسكاله وصغى مدير لو قرد شركة مثلا نكي يعني 50% هايستا أما 51% هايستا وسقع ياه قفك يعني أودله على كل حال نمك الشركة ده ميشا كله أيا إسكاله قوانك هوشاس قولي دي إيلا بلان بالهاية قولي دي عن ماركتي هشيس لقل لهاية قولي دي هشيس كأي كمنطقة أنا مقارتي ماركتي أقوين لهاية دادك أشقينا أي ماركتي قادة شادة مقارتي أي قادنا أيان بوليسiga iyo siyaasada ay ku socoto shirkadan oo dhan waxa iska leh dadkaas iska leh laakiin ninka shaqaalaha ka ameesha hawsha mala go'aamada iska mala wax maamulo loo dhiibay ku sameenaya laakiin waxa soo dhan waxa iska leh dadkaas maxay yeelay dadkii xoolaha lahaa way lahaanta ay xoolaha leeyihiin ba gaarsiisay inay macnaa iyadu go'aamada leeyahay quraanka allah wuxuu leeyahay ma garatay ضرب لكم مثلا من أنفسكم بسم الله الرحمن الرحيم ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت أيمانكم من شركاء فيما رزقناكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم أنفسكم يا كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون يعني تسال اللي نسميه بالي ونفتينا كساب سحقينا وحليري كو عاد ماركتي دنكم ملكسان أولي أوليدهين
oo addoommada idiin la oo hantida idiin la ah xoolihiinna ma idinla wadaagaan, wixii aad arsuqna ma idinla wadaagaan. Waa maya marka aad ka simantihiin idinka iyo awoodda aad ku leedihiin iyo maamulkeeda iyo aad ka simantihiin, yaa ma yeelaysaan? Oo aad takhaafuunahum kakhiifatikum anfusakum, oo weliba aad ka cabsoonaysaan sida idinka kuwiin axraarta ay isaga cabsoodaan, yaa ma jirtaa markaas? Maya waaye. Kadalika nufasilu aayaati liqowmi yacqiluun, aayaadka waxaan u faahfaahinaynaa kuwa caqli leh, qowm caqli leh baan u faahfaahinaynaa. Marka idinkiiba waxaa idinaan ogolaanayn oo yacni maaragtay ayaan yeelahayn baa rabtaan in rabbi inuu yeelo, yaa ma suuragal maaha. Idinkoo weliba addoomo ah oo laydin sameeyeyo waxaan hadda qur-aanku ka hadlayaa laydinka sameeyey, yaa waxba idinkaba hanti alle leeyahay aad tihiin baa rabtaan maaragtay waxba alle idinka idin waxay idinaan qaadateen alle inu qaato. Waxaas waa maaragtay waa waxaan suuragal ahayn ma garatay marnaba socon karin. Marka rabbi wuxuu noo abuuray xaqiiqatan waxa weeye inaanu weynayno, amarkiisa weynayno, inaanu maaragtay adeecno, inaanu ka dambayno, inaan nidaamkiisa keliya ku ekaano, nidaamkiisa keliya ku ekaano. Marka labada qadiyood way isku xiran yihiin, yacnii saasoo kaleeto rabbi wuxuu maaragtay yacnii maaragtay meelo kale aayaadka mutaqaana suuratu lxaj uu ku sheegayaa yacnii kuwa aad barya la baryaayo ama qawaaniinta iyo nidaamka ma garata loo dhiibay ama wax tashriicinaayo oo shareecada dejinaaya tabardaradooda ayuu sawiraysaa. Aayaad sawiraya baynu halkan ku arkaynaa oo rabbi uu leeyahay yaa bismi illaahi araxmaan araxiim yaa ayuha annaasu duriba mathalun fastamicuu lah ina aladiina tadcuuna min duuni illaahi lan yakhluquu dubaaban walaw ijtamacuu lah wain yaslubhum adubaabu shay'an laa yastanqiduuhu minh ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز. تصالع يا لين ددي هو لين تصايا مهما هو لين سميني إيه لقيست كوع بري سانين وعلى سكدي ساح بريدي إيو نظام كي وحوش كحرية لن يخلقوا ذبابا تقسيم سمين ما أبور كره bal haddii daqsigu uu wax ka qaato oo wax qaato caafimaadkoodii miya wax ku saabsan mathalan oo maaragtay intuu jaraasiimi waxaas uu keeno kama ceshan karaani dhibta u geystay ma ka ceshanaan daqsigaas maaragtay daqsigana lama samayn karo lama abuuri karo oo hadday adduunkan oo dhan hadday isu tagaaniin oo la yidhaahdo hal daqsi hala sameeyo lama samayn karo bal caleen hal caleena hala sameeyo lama samayn karo maxaa yeele caleentu wax nool wey oo wax qaadanaysa oo wax bixinaysa oo xidida leh oo ma garatay qoraxda iyo iftiinka iyo maaragtay dabaysha iyo maaragtay qaadanaysa dhulka wax ka qaadanaysa oo maaragtay macaadinta ku jirta ka qaadanaysa marka wax nool waay hal caleena lama samayn karo. Marka waxaan caleen samayn karin inay alle ma garatay kula taxadiyaan amarkiisa iyo maaragtay xaqiisa kula taxadiyaan waa waxaan meesha ku jirin waay lana ogolaan karin wey. Marka insha allahu tacaala xalaqadan halkan baanu ku ekeenaynaa yacnii waxa weeye waana sii wadi doonaa insha allahu tacaala.